أصدقائي الشباب، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة وبرنامجكم شباب على طول. في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، وبالتحديد في الإصحاح الرابع، قال آية شهيرة جدا وكتير مننا بيكررها، قال اغضبوا ولا تخطئوا. طبعا الآية ليها تكملة، ولا تغرب الشمس على غيظكم، لكن احنا عايزين نركز النهاردة اغضبوا ولا تخطئوا. هل ممكن فعلا الواحد يغضب ويتنرفز ويتضايق بس من غير ما يغلط، من غير ما يعني يكسر اللي قدامه نفسيا؟ ده احنا كتير لما بنزعل من بعض، يعني دلوقتي بما ان في سوشيال ميديا تلاقي الناس كلها عرفت ان احنا زعلانين من بعض، وان احنا بنتخانق مع بعض قدام الناس. ازاي الواحد يتحكم في نفسه؟ ازاي كل واحد يكون عنده إرادة واحنا لسه في سن الشباب، ولسه يمكن عندنا موضوع ان احنا انا عاوز اخد حقي، انا هو مش احسن مني، الحاجات دي اللي بتتولد جوان. بيشرفني يكون معايا شباب من كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالعاشر من رمضان، معايا بيتر ومعايا مونيكا ومعايا كيرلس. أهلا بيكو. بيتر، عايز أبتدي معاك وأسألك بصراحة كده، لما بتزعل من حد جامد قوي وتتنرفز منه جامد قوي لأن هو عمل في حقك يعني مشكلة كبيرة، أو عمل لك يعني ظلمك أو ضايقك، ممكن يكون غضبك شكله عامل إزاي؟ وممكن يكون على حسب الموقف يعني، ولو حد قريب مني قوي ممكن اعاتبه بيني وبينه، ولو برضه حد مش قريب ممكن اعاتبه بيني وبينه، بس هو على حسب الموقف يعني. ممكن انا حاصله ظروف مشاكل عائليه في البيت وحد يجي ينرفزني، ممكن انفجر فيه وانا واقف كده يعني. يعني مش طب لما بتنفجر فيه بالتعبير اللي انت قلته ده، ممكن بيكون رد فعلك عامل ازاي؟ يعني هل ممكن تغلط وممكن توصل لمرحلة الخطية، وان انت مثلا انا هضربك وانا هعمل وانا هسوي وممكن تضايق، ولا ممكن تقدر تتمالك اعصابك؟ يعني في مواقف ممكن اتمالك اعصابي، بس لو هو مثلا دخل قصادي يعني يبقى يستاهل. يبقى يستاهل بقى. طيب ماشي. مونيكا، بتشوف ازاي موضوع ان احنا يعني ساعات بنتنرفز او ساعات بنخرج عن مشاعرنا، وممكن نخسر علاقه ما بيننا، يعني نخسر علاقتنا ببعض او نخسر علاقتنا باقرب الناس لينا سواء كانوا قرايبنا او اصحابنا، ازاي نقدر نتحكم في نفسنا؟ نحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نكون متفاهمين، يعني لما الاقيها مثلا متعصبه ما اروحش اكمل عليها، او انا برضو لما ببقى متعصبه ما اجيش اكمل عليا. بس فنبقى فاهمين بعض، ده هيبقى احسن حاجه. كمان لما الاقي نفسي اتعصبت لدرجه كبيره قوي يعني اهرب. مونيكا، اديني خبرتك انت الشخصيه، انت بتعملي ايه لو حد عصبك قوي؟ هو انا شخصيه عصبيه جدا. بس احيانا واحيانا يعني احيانا بهرب او كتير بهرب، واحيانا بتطلع مني مره واحده كده ان انا بتعصب، بس ببقى غصب عني، ببقى خلاص جبت اخر. طب لما بتتعصبي هل بيبقى عندك استعداد تخسر العلاقه اللي قدامك، يعني واحده صاحبتك؟ لا 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 لا, لا, لا. مش مع ان انا اخسر حد خالص، ومش مستاهل ان حد يطلع من حياتي، خاصه لما يبقى قريب مني قوي. عندك الشجاعه ان انت تعتذري؟ جدا جدا. انا كلمه اسف دي بتبقى كتير كتير كتير. نشوف كرولس بقى. كرولس، بتعمل ايه بقى لو حد نرفزك وضايقك ودخل معاك في سكه كبيره كده؟ وانا بحاول ان انا امسك نفسي، وانا لو هو قريب مني ممكن نزعق سوا، يعني صاحبي كده ممكن نزعق سوا، بس مش خناقه اللي هو ضرب يعني، هو ممكن زعيق مش شتيمه كمان يعني، خلاص استنى اهدى شويه هنعمل، حاضر كده. لو حد مش قريب مني يعني بحاول ان انا امسك نفسي، ممكن ان انا اقعد امسك نفسي واشتم في نفسي انا، بس ما اشتموش يعني. تمام. طب هل انت لما بتتضايق من اللي قدامك ممكن تفكر تاذيه؟ لا، عمرها ما حصلت ان انا افكر ان انا اذيه يعني، هو ما ياخد حقي في وقتها يا خلاص اسامح، لكن ما بفكرش ان انا انتقم او اذي حد. تمام. يعني انت لو معاك مثلا صديقك مثلا في الجامعه وانت زعلان منه جدا، وهو متخانق معاك وهو ضايقك او ظلمك، وجي تحت ايدك بقى ورقه من امتحاناته ومش عارف ايه، راح توصل حاجه بايد حاجه كده ممكن تضايقه وتعمل له مشكله، تفكر فيها ازاي؟ لا، عمرها ما حصلت وان شاء الله مش هتحصل، بس هو انا ممكن انبهه ان بص انا مسامحك ازاي، بص وقع تحت ايدي ايه، انا كان ممكن اذيك بس انا بحبك مش هعمل كده. طيب بيتر، ساعات احنا بعد ما بنعمل الحاجه، بعد ما بنتخانق وبعد ما بنشد مع اللي قدامنا، لما اقعد اهدى شويه مع نفسي او بعد كام يوم
يا ريتني ما عملت كده، انا ايه اللي خلاني، انا مالي يعني، يعني ازاي انا اعمل كده وازاي اخسر صاحبي وازاي. انت لما بتوصل للمرحله دي بتعمل ايه؟ هي بتبقى ساعتها ان دي يعني ساعه غضب، انت ما بتحسش انت بتعمل ايه. اكيد لما بتهدى وتروق وساعات تطلع انت الغلطان في الاخر يعني. بتهدى وتروق كده وتراجع الموضوع اللي حصل، ممكن تطلع انت الغلطان وانت مش واخد بالك. طيب انت هل عندك الشجاعه الادبيه ان انت تقول انا غلطان؟ تمام، انا عندي شجاعه ادبيه، حتى لو انا مش غلطان واللي قدامي عزيز عليا ممكن اروح اقول انا غلطان عشان المشكله ما تكبرش. يعني احكي لنا كده، مثلا انت زعلت مع صاحبك او اخوك او حد قريبك وانت رحت قلت له خلاص ما تزعلتش مني، انا فعلا انا زودت الموضوع حبتين. يا حصلت كتير. طب احكي لنا. يعني مثلا اخويا الصغير مره جيت عليه وضربته بسبب ان انا سمعت من اختي ان هو عمل حاجه وهو ما عملهاش. ايوه. فرجعت وقلت له معلش ورضيته وجبت له حاجه حلوه. طيب مونيكا، مونيكا برضو لو شفت اللي قدامك جاي عليك قوي وتنرفز قوي وضايقتك جدا، لو واحده زميلتك ولا صاحبتك ولا اي حاجه وانت حاسه ان انت مظلومه، هل بتردي في ساعتها ولا ممكن تستني وقت وتجي لها تاني؟ هو على حسب برضه، يعني حسب انا متعصبه او مش متعصبه، بس في اغلب الحالات اللي زي دي اللي هو بسيبها براحتها خالص وبعد كده نبقى نتكلم بعدين. يعني اكيد بحط اعذار واحتمالات كتير ان هي ممكن تكون مشدوده في حاجه ضغطاها كده يعني، فبديها فرصتها ان هي تطلع كل اللي جواها وبعد كده بقى احنا نتكلم مع بعض. ايه اللي بيفرق من انسان لتاني؟ واحد تلاقيه متعصب من اقل حاجه او يقول لك ايه مش طايق دبان وشه يعني، واحد ممكن يكون هادي وبيسمع حتى لو حد بينتقده او حد بيضايقه يسمع ويركز ويعبر عن وجهه نظره يعني. طبعك اولا. ايوه. تاني حاجه ان هدوءك النفسي. يعني انت لو هادي نفسيا هتقدر ان انت تملك اعصابك مهما حاجه حصلت قدامك، انت برضو سلامك الداخلي لسه جواك، هتفضل متمسك كده بهدوءك وسلامك وكده. يعني هي بترجع للطبع الانساني، انما في ناس فعلا بتعصب بسرعه، يعني عندها انفعالها سريع يعني. صحيح. ما بتعرفش تتحكم في نفسها قد كده. بس مش دايما الواحد ما بيقدرش يتحكم في نفسه، فلازم الواحد يبقى على الاقل يعد من 1 لـ10 كده في هدوء. انا عايز اسالك يا كرولوس، ازاي في حياتنا نكون موضوعيين؟ بمعنى ان انا يعني حد جه سالني قال لي انت زعلان من كرولوس، اقول له زعلان منه جدا ومتضايق منه، متخانقين مع بعض ومش بنكلم بعض. فجاء قال لي كرولوس وحش، اقول له لا كرولوس مش وحش. يعني ازاي اكون بعرف افرق ما بين الانسان اللي انا زعلان معاه، ان انا زعلان منه في حاجه لكن مش معنى ان انا زعلان منه في حاجه ان هو وحش في كل الحاجات. هي دي بتبقى من خلال التعامل معاه. يعني هو في ناس مهما تقول لي ان هو حلو انا مثلا مش هصدق، او انا خلاص خدت منه موقف فانا مش هصدقك. وفي ناس انت ممكن تقول لي ان هو وحش، ده فلان ده مش كويس او كده، بس انا هو ما حصلش معايا حاجه تخليني اقول عليه كده. فدي من جوايا انا، انا اللي اشوفه مش بكلام حد، يعني المفروض ان انا اللي احكم على الشخص مش بسمع لكلام حد. بشكركم يا شباب، بشكرك يا بيتر، مونيكا، كرولوس، نورتونا النهارده في حلقتنا. ووعدكم ان اسئلتكم دي نسالها لسيدنا. وسريعا نروح لمعلم الشباب نيافه الحبر الجليل انبا موسى اسقف الشباب، نسال اكتر ونتعرف اكتر عن الايه اغضبوا ولا تخطئوا، نعرف اكتر ازاي نغضب وما نخطئش بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معانا كلام كتير عن الآية اللي بنتكلم فيها النهاردة وموضوعنا النهاردة اغضبوا ولا تخطئوا. ولسه معانا كلام نعرفه أكتر من خلال معلم الشباب نيافة الحبر الجليل أنبا موسى الأسقف العام للشباب. أهلا بك سيدنا. أهلا سحاب، منورنا يا سيدنا. الله يخليك سيدنا. في البداية حابب نيافتك تسمع أسئلة الشباب ونجاوب عليها. حاضر، اتفضل سيدنا. أحب أعرف تدريب أقلل بيه الغضب، أو إزاي أمسك نفسي قوي إن أنا ما أغلطش بسرعة. إزاي أعرف أتملك نفسي أكتر، وإزاي يبقى عندي سلام إن أنا أقبل كلام غيري حتى لو مخالف رأيي تماما. يعني إيه اغضبوا ولا تخطئوا؟ إزاي أغضب
وما غلطش في نفس الوقت. الناس اولا فكره اغضبه يعني تصريح بالغضب. هي الدقه الحرفيه بتاعتها اذا غضبتم فلا تغضب. اذا غضبتم فلا تغضب. هو عايز يقول ان الغضب انفعال طبيعي جاي في الانسان العتيق بتاعنا. عندنا كثير من الانفعالات زي اي انفعال اخر يعني. فاذا غضبتم لا تخطئ. الانفعال ده حصل جواك خد بالك، امسك فكرك، امسك لسانك، امسك ايديك. بص لفوق، اطلب من ربنا معونه، تقول انا عايزك ما اروح الله جوانا. صحيح. انت اللي تقودني بقى، ما مش هتقودني انفعالاتي ولا ايديا. فاذا غضبتم فلا تخطئوا. تخطئوا يعني تخطئوا بالفكر، تخطئوا بالفعل، تخطئوا باليد، تخطئوا فاذا هو نداء بانه اذا غضبنا وتحرك فينا انفعال الغضب ندقق في التصرف اللي بعد الغضب. تمام. لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لا يصنع بر الله طبعا. سيدنا مونيكا كمان بتسأل نيافتك، إزاي أتملك نفسي وأنا بتعامل مع شخص تقول لك بيعصبني؟ ودايما إحنا نقول لك شخص ده بيعصبني، إزاي أتملك نفسي وأتعامل معه؟ أنا أول ما ألاقي نفسي داخل على اللي بيعصبني أروح رشم الصليب وبصت لفوق واسترها يا رب. زي واحد مستني عاصفة أو مستني تجربة جاية، استرها يا رب، عيني يا رب. فالواحد كده يتهيأ للي جاي ده ويطلب قوة تحميه من الانفعال السلبي اللي ممكن يعمل مشاكل. لان انا لو انفعلت، يا ريت لو انفعلت مثلا هيضايقني بكلمة، لا ما يمكن انا ارد بكلمة يروح داخل بايده. أنا صحيح. وكرولوس سيدنا بيسأل نيافتك، هل في يعني حاجة ممكن أعملها إن أنا أقلل من موضوع الغضب ده في حياتي؟ طبعا. يعني سكن المسيح في القلب، تعلموا مني لأني إيه وديها وديها ومتواضع تجدوا راحة لنفوسكم. فأنا لو دايما المسيح قدامي وجوايا في فكري وفي قلبي هيبقى في سلوكياتي. لكن طبيعي. هو كان بيسأل سيدنا هل في تدريب معين مثلا؟ ما هو التدريب هو تدريب صلاة يسوع اللي بنقول عليه كتير. يا رب يسوع كل ما هو... طبعا. وده مش بتاعنا احنا، ده بتاع القديس انطونيوس العظيم. يعني اول واحد نصح بيه الانبا انطونيوس. بعد كده جه مش عارف سائح روسي ومش سائح روسي، كل دول اتعلموا من الانبا انطونيوس. طبعا طبعا. ابو رهبان سيدنا برضو حابب اسال نيافتك عن فكره الغضب اللي احنا ممكن نشوفها في حياتنا. مش عايز اقول ازاي ما نغضبش لان احنا بـ 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 بنغضب، لكن ازاي ما يكونش كثير الغضب؟ يعني مجرد بس ده تلاقي حد سايق، مجرد بس ما واحد يرمي عليه شويه ولا يقول للبياع خد هات الحاجه فيقول له طب استناني لحظه، يتنرفز كثير الانفعال. ليه بقى؟ لانه ما هواش كثير الاتصال بربنا. لو ربنا في الحضور الدائم في القلب ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، فلو هو في قلبي المسيح فيكم، المسيح فيكم مش معكم، فيكم. رجاء المجد هو اللي يخلينا نمشي في طريق المجد الأبدي. فاللي عنده المسيح جواه بيبقى عنده خزين وداعة وخزين احتمال وخزين لطف وخزين صلاح تمر الروح المعروفة. يبقى خلاص بقى ما يحل المسيح نفسه والروح القدس نفسه والثمار بتاعته. ده يعني عنده خزين ورصيد لا نهائي. صحيح. هياخد منه زي ما انت عايز، يعني ما لا نهايه ناقصيني ثم لا نهايه. مهما خدت منها قاعده ما لا نهايه برضه. زي ما تكونش متسرع سيدنا، يعني مجرد بس ايه يقول لك ايه مش طايق دبان وشه، بنقول احنا كده بالمصري، يعني مجرد بس ما حد يقول نص كلمه يبقى انا متسرع. هو من جوه زي البالونه المنفوخه، تعمل لها كده تفرقع. لو البالونه نص امتلاء تعمل لها كده صباعك يغوص فيها ما تفرقعش.
فالإنسان اللي مليان انفعالات أي واحد يكلمه مش ناقص، هي مليانة الواحد. صحيح. يمكن دايما يا سيدنا حتى في الكتاب المقدس من خلال شخصية القديس بطرس وهو تلميذ للمسيح، وبعد ما ابتدى بعد الصلب والقيامة ابتدى يكرز ويبقى بطرس، الشخصية اتغيرت من إنسان متسرع ده عمل الروح القدس طبعا. فأنا قصدي يعني ده تأكيدا لكلام نيافتك إن القرب من ربنا بيثقل الإنسان، ومش بيغير نوع شخصيتك، بيغير قدسية أو نعمة لشخصيتك. يعني تلاقي واحد، ما انت بتشوف الرسل تلاقيهم انواع واشكال. طبعا بطرس واقف كده يتكلم قدام الملوك، بولس يتكلم والسلاسل في ايديه ويدين كل الموجودين، لدرجه الراجل قال له بقليل تقنعنا ان اصير مسيحيا اغربا، بيكرز وهو السلاسل. ايوه قال له اريد ان يكون الجميع كما انا، ما خلى تلك القيود عينها. ايوه يعني ايه، خليكوا زي في المسيحية لكن مش عايز لكم التعب اللي انا فيه ده، التعب ده من اجل المسيح انا متحمله فرح، بس كل واحد وطاقته بقى ربنا بيديله. ازاي سيدنا الواحد يعني ما ياخدش، يعني ما يبقاش رد فعله من اللي قدامه يقول لك اصله ده بيتكلم معايا انا اسف يعني ببرود قوي فنرفزني، اصله هو قال لي فانا قلت له، يعني ما يبقاش رد فعلي هو نتيجه رد الفعل اللي قدامي. يعني هو نفس الحكايه، يعني بمعنى ايه، الخزين الداخلي بتاعك ساري بحضور ربنا وعمل الروح القدس والنعمه والسلام الجواني، تيجي ليك يكلمني ينفعل في ايه، مالك ايه. لكن لو هو ينفعل وانا اصلا منفعل ودخلنا في خناق. طب هو ايه الفرق سيدنا من واحد انسان بارد في ردود افعاله لا وانسان عنده سلام داخلي؟ لا البارد ده ان عمليه اعصاب بس يغيظ اللي قدامه. تمام. اللي عنده سلام بقى سيدنا ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان ديك بارد قلة احساس. مش فارقه معاه ويقول لك ده بارد يعني. مطرح ما ترسي دقلها. يعني كده يعني. فده بارد يعني ويغيظ. يعني انت تنفعل قدامه وما له بينفعل اللي يغيظ اكتر طبعا. لكن ده كان عنده سلام جواني. اول ما الاقي واحد منفعل ياخده في حضنه، ليه مالك كده زعلان، ليه في ايه انا اللي زعلتك لازم. يقول انت قلت كذا، ما كذا دي ما انت فاهم ايه معناها. انا معناها كذا كذا، مين ده معناها كذا كذا، ده انا قصدي كذا كذا كذا. ما تبقاش فعلا كده وعصب يا اخي، يهدى. في حد يقول لي نيافتك زحمه الحياه والسرعه اللي في الحياه اللي احنا شايفينها هي اللي بتخلي الواحد دايما قاعد على اعصابه، هو طبعا ودايما مستعجل ودايما متوتر. طبعا بتعمل كده. لكن برضه حسب الرصيد اللي جواك يتحمل قد ايه. لو في يعني نعمة وتحمل داخلي وسلام داخلي، فيض السلام الداخلي ده يخلي الواحد يتحمل ضغوط مهما كانت كتيرة بالمسيح الساكن فيه وبالروح القدس العامل فيه. أنا مش لوحدي. ده المؤمن بقى. أيوه. وهو ده المفتاح يا سيدنا. طبعا انا مش لوحدي. اذا سيدنا ازاي احتمل غيري، ازاي احتمل ضعف الضعفاء زي ما الكتاب علمنا؟ ما يعني بس لو خدت قلب المسيح، شوف المسيح اتحمل قد ايه، شوف الرسل اتحمل، شوف بولس الرسول لما راح ضربه بالقلم وقال له هكذا تجاوب رئيس الكهنه، قال له انا لم اعلم ان هو رئيس الكهنه، ده الكتاب قال رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. فانا اسف ان عملت كده. ناس بتفسرها ان بولس كان نظر وضعف في الاخر نتيجه التعذيب اللي تعذبه، فما كانش مميز رئيس الكهنه. لكن اول ما نبهه اعتذر وقال لا الكتاب قال رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. انا مش قاصد ابدا ان اجرح رئيس الكهنه، مش ممكن، مع انه ده يهودي وده مسيحي. قال لك لا
كل واحد له كرامته، الإكرام لملا والإكرام. تمام. سيدنا بنشوف برضو إهانات وغضب كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي من وقت للتاني في أي حادثة تمر بالوقت، يعني بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه نلاقي حد بيتكلم برزانة وعقل وحد غضوب يعني طول الوقت غضبان. مواقع التواصل دي يعني أنا بقول عام زي ثبت، كل اللي عنده حاجة بيرمي فيه للأسف. لان ملهاش ضوابط، ملهاش. حتى لما تكلموا قريب على الضوابط قالك ما نقدرش نعمل ضوابط دي، يعني حنفية مفتوحة كده من غير إمكانية، سوق مفتوح بتباع فيه البضاعة الغالية والبضاعة الرخيصة كله. فأنت بقى يكون عندك إفراز جواني داخلي في القلب وفي الفكر وفي منهج الحياة وفي تهديف الحياة وفي اللي ينفع واللي ما ينفعش، يسموها الآباء الإفراز والتمييز. أفرز الغس من الثمين وميز الكلمة الحلوة من الوحشة. ما بقاش سلبي يعني لما أخذ سلة مهملات. لا لا، أنا مش سلة مهملات، أنا إنسان تفاعلي. فأنا صحيح. بشوف دي أقبلها، بشوف دي ما أقبلهاش، ما أعرفش، أسأل أب اعترافي، ارجع للكتب وهكذا. ليه الواحد ما بيفكرش وقت الغضب سيدنا ان الغضب مؤذي؟ يعني ممكن يأذيني بشكل شخصي، ممكن الغضب يخلي واحد يخسر شغله، يخلي الواحد يخسر علاقاته، يخلي الواحد يخسر. هو مش عايز كده، ينفعل وبعدين يقول لك ايه اللي خلاني عملت كده. بس التاني بقى عقلاني بقى، اول ما يجي واحد يخليه ينفعل عقله يشتغل، اعمل ايه؟ ارد، ااجل، أصلح، أعتذر. لو عقلي سبق انفعالاتي ولو الروح القدس سبق الاثنين، يا طب سيدنا روشيتا روحية من يافتك عشان ما نغضبش، اشبع بالروح تنير عقلك، ولما يستنير عقلك تضبط انفعالك، ولما يستنير عقلك تضبط انفعالك، الانفعالات تنضبط طبعا. تبقى اعرف اتحكم في مشاعرك. طبعا. بشكرك جدا يا سيدنا وحلقه جميله. شكرا معلم الشباب نيافه الحبر الجل انبا موسى. شكرا سيدنا. شكرا وبشكركم يا شباب على متابعتكم لينا النهارده. بتمنى كل واحد يبقى فعلا يبقى جواه المسيح عشان يعرف ازاي يتحكم في انفعالاته، زي ما سيدنا بيقول لنا يتحكم في مشاعره. من الحاجات اللي بتخلي الانسان او من العوامل اللي تقول الانسان ده ناضج ان هو يعرف يتحكم في مشاعره وفي انفعالاته. اغضبوا ولا تخطئوا. بشكركم وحلقة جديدة وشباب على طول.